بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم في عندنا مشكلة جديدة في تشغيل الأوميليتا، وهي Enable to Locate الـ ADB. كيف نحل هالمشكلة؟ نروح على أندرويد ستوديو وننشئ مشروع جديد باستخدام Flutter New Flutter Project. نعمل Next، خلينا نسمي أي اسم بدنا إياه، مثلا Test Underscore One. نختار هون Android Language Java ونعمل Finish. ننتظر قليل بس يخلص تحميل. تمام، هيك امورنا تمام. في نسخة جديدة في الاندرويد ستوديو بيعطيك دائما الديفولت اندرويد. خلينا نعمل كونفيرت لهون، نختار بروجكت ونفتح تيست 1 ونفتح الاندرويد، بعدين الاب، بعدين السورس، بعدين المين، بعدين الجافا، ايو فلتر وجنريت. وراح تلاقي في عندك سيت اب اس دي كي، نكبس عليها واختار اخر نسخه عندك اياها من الاي بي اي. ممكن يكون في عندك اكثر من اي بي اي، كمثلا اي بي اي 32، اي بي اي 31. دائما اختار النسخه اللي بدك اياها تكون اعلى نسخه. بدي اختار، انا مش عندي غير نسخه واحده هي اي بي اي 32. تمام، بعد هيك بدنا نروح على السيتنج، اقونت السيتنج، ونختار بروجكت ستراكشر. طبعا في النسخه الجديده في الاندرويد ستوديو صارت هون، اما في النسخة القديمة هتلاقيها في التول بار موجودة هون على شكل فولدر. بعد هيك هتلاقي انه في عندك نوع اس دي كي، تكبس عليها من هون وبتختار اي بي اي 32 بلاتفورم وبنعمل ابلاي وبنعمل اوكي، وهيك بتكون المشكلة انحلت بشكل كامل.